لبنان داق كتير حروب وحسيته عم يرجع ينجر بمشاكل، بس أنا بآمن إنه هالبلد رسالة. حسيت عندي مسؤولية كأم وكمواطنة وكمخرجة إنه وصل هالرسالة. قررت أعمل فيلم بحكي فيه عن قصص شعبي لفرج الأشياء اللي بتجمعنا، وخطرت أوقات بمواضيع حساسة. اشتغلت مع فريق كبير وسوا عملنا المستحيل للفيلم يصير وبسرعة. إذا نحن مجموعة صغيرة قدرنا نوصل صوتنا للعالم، تخيلوا شو في يعمل بلد بكامله. وهلأ لوين؟ نحن منقرر هلأ لوين.